أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. عاملين إيه النهاردة؟ يا رب تكون بداية أسبوع جديدة جميلة علينا كلنا. مش عارفين نقول بقى كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة إيه ولا إيه، خصوصا إن إحنا في شهر جميل جدا عدت علينا، في أهم مناسبة عدت على الشعب المصري كله، احتفلنا بيها من أيام بسيطة. خلينا نصبح كده الأول على زميلتي العزيزة أستاذة باري. ازيك أستاذة باري؟ ازيك يا دكتور؟ جمهورنا وحشنا قوي من الأسبوع اللي فات، طبعا وقاعدين مستنيينهم بشوق جامد علشان نجيب لهم المعلومات الحلوة قوي اللي هم تملي بيبقوا قاعدين مستنيينها مننا. طبعا احنا عارفين ان الأسبوع اللي فات كله كنا بنحتفل بثورة 30/6، وبعديها يوم 3/7. طبعا اليوم ده مش ممكن يتنسي، اليوم اللي الشعب كله نزل فيه علشان كان رافض حكم الإخوان وكان بيطلب بإسقاط حكم الإخوان. وكنا في اليوم ده، طبعا يا ريت لو تفتكروا وترجعوا بذاكرتكم ورا شوية من 7 سنين، كنا كلنا في اشتياق ومستنيين الخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحمد لله الشعب فعلا حقق إرادته واختار المرة دي الاختيار الصح، والنتيجة ظهرت فعلا في 7 سنين اللي احنا فيها. شايفين جميع التطورات اللي حصلت، شايفين جميع الإنجازات اللي حصلت. كفاية كمان يا دكتور إن المواطن المصري بقى ليه قيمة جوه البلد وبره. هو الإنجاز كمان الضخم الكبير اللي هو بناء الإنسان، التوجه إلى بناء الإنسان. لما نشوف مبادرة زي مبادرة حياة كريمة، لما نشوف مبادرة زي بتاعت 100 مليون صحة، لما نشوف إن النهاردة مفيش مسؤول بقى قاعد على مكتبه، كل المسؤولين موجودين في الشارع واقفين على قدم وساق لكل في موقعه. بمناسبة المسؤول، أنا في موقف حصل قدامي، طبعا ده خلاني جذب انتباهي جدا وخلاني ان انا انتبهت ليه جدا. انا كنت في مصلحة من المصالح الحكومية دون ذكر اسامي، لقيت موظف في منصب محترم، لقيته زي ما احنا كنا بنسمع زمان يا دكتور فوت علينا بكرة يا سيد. لا، الكلام ده ما لقيتوش خالص. لقيت فعلا الموظف بيقوم وبنفسه بياخد الاوراق وبيروح يختمها، ولو في مشكله بيتجه للمكان اللي فيه المشكله وبيحاول. طبعا انا من حب استطلاعي للموضوع وان انا الموضوع جذبني جامد، حبيت اعرف مين الشخص ده، وبحب اوجه لي رساله حاليا دلوقتي على الهوا، وهو العميد احمد جمال الدين. بشكره فعلا، بشكره لان هو فعلا انسان قبل ما يكون موظف في مركزه، لان لقيته بيتعامل مع الصغير قبل الكبير، بيتعامل باحترام، مفيش مشكله بتقف قصاده لما الاقيه بيقوم بنفسه من مكتبه. مش نظام ان ولد قوم يعمل الكلام ده، لا. بجد بشكره على الهوا، وبشكر برضو الموظفه جيهان احمد محمد، بشكرها على حسن تعاملها للجمهور، الوجه البشوش، مفيش اي مشاكل، المشكله لا بتحلها بطريقه بسيطه. لا فعلا المنظومه اتغيرت كتير قوي. هو ده وطبعا الجديد، ده دورنا ان احنا نركز على النماذج الايجابيه، نبعد بقى عن التركيز عن الحالات الفرديه السلبيه ونركز فعلا على النماذج الايجابيه ونشجعها بالزبط. علشان الكل يحس ان في فعلا في نسبه تغيير جدا، في تقدم، في ارتقاء وسمو بالجزء الاخلاقي، بالجزء اللي هو اللي في العمل، الحاجات اللي هي على المستوى الانساني فعلا لازم النهارده ان احنا نفضل شغالين عليها. هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اوفى وعد فاوفى، فهنا بنقدم له شكر وتحيه اعزاز وتقدير كبير، ونتمنى لحضرتك دوام الصحه، ونتمنى وجودك دايما في البلد، لان حضرتك فعلا نقلت البلد لنقله تانية خالص. وكفايه ان المواطن المصري دلوقتي بيقدر في اي مكان ويتعمل له قيمه جدا. الحمد لله. الحمد لله. خلينا كده عايزين نتكلم، يعني كنت شايفك كده النهارده وانت بتحضري وقاعده ومش عارف وتواصلات بقى مع ناس وكده، اخبار الاسره ايه؟ اخبار الاسره ايه؟ دلوقتي طبعا حضرتك عارف ان احنا وباء كورونا جه اثر على حاجات كتير قوي، فطبعا الدنيا كلها اتقفلت، النوادي اتقفلت، كل حاجة اتقفلت. فالحمد لله دلوقتي بدأنا الحظر يتفك وبدأنا نفتح النوادي تاني، وبدأنا يبقى فيه رؤية تاني. ايه هي الرؤية؟ الرؤية عبارة على ان الزوج المطلق بيرفع دعوة على المطلقة اللي هي ام ولاده، ان هو عايز يشوف ولاده،
بياخد الحكم ان هو بيشوفها لمده 3 ساعات، بيشوف ولاده لمده 3 ساعات كل يوم جمعه في اي مركز بيبقى قريب من الام. المشكله مش في كده بس دلوقتي، المشكله ان انا عايزه اتكلم فيها دلوقتي، ان الرؤيه اللي هي المفروض 3 ساعات كل يوم جمعه، الام بتبقى مجبره ان هي تروح ال3 ساعات، لكن لو ما راحتش 3 مرات متتاليه بتسقط حضانتها وبترفع ضدها قضيه اسمها ايه، تعويض. تمام. المشكله مش في كده كمان، المشكله في حاجه تانية بقى، دي اللي هي مقرقه البنات الستات كلها والامهات، وجات لي رسائل شكوى كتير قوي. الام مجبره ان هي تروح كل جمعه هي واولادها وتقعد بال3 ساعات، الاب فين؟ الاب ممكن يغيب بالشهر بالشهرين وما لهوش اي عقاب رادع. النفسيه بتاعت الولد لما بيبقى عارف ان هو رايح يقابل باباه ويقعد معاه حتى لو ال3 ساعات، ويفوجئ ان باباه ما بيسالش او ما بيروحش، وفي نفس الوقت الام مجبره هي والولد ان هي تروح وتوقع وتفضل قاعده لاخر الوقت وتمشي. علشان كده احنا عايزين نتكلم في النقطه دي، الاب اللي بيغيب عن الرؤيه ايه العقاب الرادع ليه؟ والله هو اكيد يعني ايه، يعني لما نيجي نتكلم في حاجه زي كده اكيد لازم يكون في متخصصين اكيد نتواصل معاهم. طبعا عشان ناخد حتى راي قانوني. معانا عشان على التليفون الاستاذ اسامه زيدان. استاذ اسامه زيدان، مساء الخير يا استاذ اسامه. مساء النور، ازيك يا استاذ عبير؟ الحمد لله. استاذ اسامه ماجستير قانون عام، باحث قانوني متخصص في قضايا الاسره. اهلا بحضرتك استاذ اسامه. حضرتك سمعتني انا كنت بتكلم عن قانون الرؤيه وعن الاب اللي هو ما بيحضرش الرؤيه. دلوقتي احنا عارفين ان الامهات بترفع عليهم قضيه تعويض وممكن بتوصل ل100,000. أيوة. الاب بقى فين العقاب اللي هو يعني فين العقاب بتاعه؟ بيقعد بالشهرين والثلاثه ما بيروحش وما فيش اي عقاب ليه. هو تمام. انا معاك يا فندم ان طبعا الفتره دي او القانون قانون الاسره للاسف اللي هو القانون رقم 29 25 26 والقانون رقم 185 85، للاسف ما انا عارف ان هو ما نظمش القصه دي وما وضعش حد رادع للاب. هو القانون نظم ان هو فعلا ان الزوجه في حاله ان هو الزوج خد عليها حكم برؤيه الصغير، تمام، ويبتدي ياخد اجراءاته في الرؤيه، ويبتدي ينظموا مكان ان هم يروحوا مثلا مركز او نادي اللي بيبقى قريب من من منزل الزوجه. اه بيبقى قريب ليهم، بيبقى 3 ساعات مثلا من الساعه 2 الساعه 5 او من الساعه 3 للساعه 6. تمام. بيترتب عليه ان المفروض ان الزوجه تروح مع الابن الصغير او مع ابنها عشان تثبت حق الرؤيه لزوجها. طيب بيترتب عليه ان مثلا الزوجه ما تروحش، للاسف القانون اعطى للزوج ان هو بحق ان الزوجه ما تروحش، ان هو يروح ينذرها مره واثنين وثلاثه وبعد كده يرفع عليها دعوه قضائيه لاستصلاح حق النفقه او ان هو يرفع عليها دعوه تعويض. تمام. طيب الحاجه اللي الست كانت بتتكلم فيها الجزئيه دي فعلا، طب ما هو المترتب بقى لو ان الموضوع بقى العكس، بقت الزوجه هي اللي بتروح والزوج هو اللي ما بيروحش. بالظبط. والزوج بيعمل كده للاسف تعنتا مع الزوجه او تعسفا او ان هو عايز يضيق عليها شويه او يرسم عليها شويه في الموضوع ده. والله هو قانون الاحوال الشخصيه كقاعده في القانون نفسه ما نظمتش للاسف الحاله دي، ولكن احنا ممكن نرجع الموضوع او نرجع الموضوع للقواعد العامه في القانون. القواعد العامه والله قالت في الماده 163 من القانون المدني ان كل خطا سبب ضرر يلزم مرتكبه بالتعويض. بمعنى ان دلوقتي مين اللي اخطا؟ الزوج ان هو ما جاش. طب ايه اللي كان ضرر على الزوجه؟ واوضح فيها علاقه سببيه ما بين الخطا والضرر، يبقى انا هنا هلجا للقواعد العامه في القانون المدني واقول والله ان يحق للزوجه بقى، وده هيبقى موضوع يعني يمكن يكون ما حدش جميع الازواج في مصر او جميع الامهات ما اتكلمتش فيه، ان هي يحق ليها التعويض وفقا للقواعد العامه في القانون المدني. يعني هنقولها كده ببساطه عشان الناس الستات تفهمنا، يعني معنى كده ان الزوج يوم ما يتاخر مره او ثلاثه شهر ست ليها حق ان هي ترفع عليه قضيه تعويض. بالظبط. هي طبعا الاول ان هي لازم يكون في حاجه تؤكد ان هي راحت الدفاتر والكاميرات هناك بتبقى مثبته الكلام ده كله. بالظبط. عن طريق ان هي تجيب افاده من الشباب او من النادي ان هي راحت، وتروح تعمل محضر اثبات حاله الاسم.
تمام. ان والله يا فندم في النقاشيه بقى او في اي مكان، والله يا فندم انا رحت والموضوع شفته كذا كذا كذا، وبقى معاها محضر اثبات خاله، وبعدين برضه محضر اثبات خاله ده هيحميها بطريقتين. الطريقه الاولى ان هو حتى لو حد بعد كده يرفع عليها دعوه اثبات نفع او دعوه تعويض، لا استنى ده انا معايا محضر اثبات خاله ان انا باجي وانت ما بتجيش. والحاله الثانيه اعطاها الحق ان هي تروح ترفع دعوه تعويض. انا برضه يعني اتمنى ان المشرع المصري مجلس الشعب، وطبعا الموضوع ده برضه هيكون ثاني الاعتبار بالنسبه لهم، واكيد هم على درايه بيه. هنضم صوتنا لصوتك يا استاذ اسامه، ونتمنى ان هو يبقى برضه يحصل كده. وكان معانا استاذ اسامه، متشكرين لحضرتك. احنا طبعا مش عايزين نوصل لمراحل ان هي يبقى في قضايا وفي محاكم وفي الكلام ده كله. انا بتمنى ان كل اب حتى لو في مشاكل بينه وبين الزوجه يعرف ان في اولاد في النص ليهم، هنقول ايه، نحافظ على حتى النفسيه بتاعتهم. يا ريت ابعدوا كل مشاكلكم على جنب، وخلي الاولاد هو الزهره بتاعتنا اللي المفروض نحاول ان احنا نفتحها ونحافظ عليها. شكرا. والله فعلا انا واحد من الناس لما بسمع الكلام ده ببقى مش عارف، بحس ان انا خلاص لساني اتلجم. مهما كنت الواحد ربنا من عليه بفصاحه في الكلام، يعني اي حاجه فيها اصلاح الواحد فعلا بيحاول ان هو يتكلم فيها، او بيحاول ان هو، بس بجد انا يعني مش كل اللوم ان احنا نقف لبعض بالمحاضر وبالمشاكل وبالقضايا وبالكلام ده كله، مش هتجيب نتيجه. بس بتدمر في النص الطفل. يعني انا عايز اعرف كده دور بقى ايه، يعني مش الاب بقى والام، دور الجد، دور الجده، دور الخال اللي هو المفروض والد، دور العم. لو هو عنده مشاكل مع الزوجه، لو هو عنده مشاكل مع ان هو يروحوا في مكان عام، فين دور كنتوا؟ طب هو كان خلافه مع واحده استحالت ما بينهم العشره، فين دورنا؟ مش قلبنا يبقى حامي كده على عيالنا كده وعلى نفسيتهم، بدل ما الاب ده الواحد ما بعرفش اتكلم في الحاجات دي. لا لا بالعكس، بحس انت قلت إن كلام صح. لا انت قلت يعني كلام خلاص صح فعلا. بحس ان انا لان بصراحه الاولاد بعد كده اللي بتيجي في استشارات او بتيجي في جلسات للاسف بتبقى نفسيتها غير سويه مع الاسف، لان هو هما بيندموا في الاخر. بس اللي هو يعني هو بيبقى قاعد اساسا حاسس ان هو بيتعامل مع واحد غريب. بالظبط، بيبقى قاعد إن حاسس ان هو مش مرتاح. مش هو ده بابا، يعني انا عايز اقعد مع بابا لابس البيجامه بتاعت البيت والشورت والفانيلا وبحياتنا كده، ونجيب المانجا والعصير وحتى يا استاذ محمد لو حتى الاثنين اختلفوا مع بعض ومش قادرين يكملوا، في حاجه اسمها احترام، احترام متبادل. انا مش قادر اعيش معاك، انت مش قادر تعيش معايا، اوكي ماشي مفيش مشكله، بس في اطفال بينا، يبقى في احترام. انا اقدر اجيبهم لك، انت خليني برضو. انا دايما برجع كل شيء الى دور الحكماء في الاسره. كل اسره فيها من خط الشايب راسه وذقنه واصبح على حكمه. فخلي بالكم الولاد الصغيرين، عزم الولد ولد الولد، خلي بالكم على الولاد، خدوا بايديهم وحنوا عليهم. وحتى طليق بنتك اللي في يوم من الايام استحالت ما بينهم العشره وافترقوا، ده كان في يوم من الايام بتقول له يا ابني هاته كده من ايده وشد على ايده، شد على كتفه وقول له خلي بالك من ابنك. ساعتها احنا برضو عيالنا متربيين والشباب متربيين. بالظبط، ساعتها هيسمع الكلام. بالظبط. انا عايز انوه بس عشان مشاهدينا الاحباء، التردد الجديد بتاعنا 11823. يلا بينا نطلع فاصل، وجايبين موضوع مهم جدا بمناسبه قدوم الصيف، ومعانا ضيفه مميزه جدا. اوعوا تروحوا بعيد، الموضوع هيخص كل ست، اوعوا تروحوا بعيد وخليكم مركزين معايا. رجعنا تاني معاكم، مفاجاتنا اللي انتوا كنتوا مستنيينها النهارده، الصيف ومواضيع مشاكله كتير مع السيدات. طبعا ده موضوع متخصص جدا، فانا هسيب ضيفتي اللي انا برده مخليها لكم مفاجاه تقدمها استاذه عادل. ازيكم، عاملين ايه؟ رجعنا لكم تاني. معانا دكتوره منار الغنام، اخصائي الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر. اهلا يا دكتوره. اهلا بيكم بسادة المشاهدين، شرفتينا النهارده. طبعا مش هقول لك، الستات كلهم قاعدين حوالين الشاشه عشان عارفين ان هم في بقى ايه كميه معلومات هياخدوها، بما ان داخلين على الصيف اكيد، والبشره والكريمات والسان بلوك كل الحاجات بقى اللي هي ايه اكيد هتنفعها دلوقتي. معلومات مميزه جدا وهتساعدهم جدا وهتفرق معاهم كتير. طيب تمام.
دلوقتي انا عايز اعرف ايه الواقي واقي الشمس، اختاره ازاي؟ انا دلوقتي واقفه قدام الصيدليه وعايزه ادخل اجيب واقي شمس، اختاره ازاي يكون مناسب لبشرتي؟ بالظبط، واقي الشمس معروف ان هو من المنتجات اللي سعرها عالي شويه، فاحنا عايزين نشتريه مظبوط وما نركنهوش عندنا وما نضطرش ان احنا نرجع نشتري غيره. فدلوقتي لو اي ست واقفه في الصيدليه وعايزه تعرف تاخد ايه من كل الحاجات اللي موجوده قدامها، هنديها كده معلومات سهله وبسيطه تخليها تختار اللي هي عايزاه. اول حاجه احنا هنقول لو انت بشرتك جافه اختاري كريم، لو انت بشرتك دهنيه اختاري جل او فلويد. طيب لو انت عايزه تستخدميه اللوشن ده موضوع يعني لسه هنقول اهو، لو انت عايزه تستخدميه بقى مثلا حاجه تصلح للمصيف، يعني هتغطي بيها مساحات كبيره من الجسم، يبقى نبتدي ان احنا نختار لوشن او نختار سبراي. يبقى سهل طبعا في الابلكيشن بتاعه، هي تقدر ترشه على كميه كبيره. طيب لو معاكي طفل افصلي المنتج بتاع طفلك عنك، نفس اللي انت هتجيبيه لنفسك بس هيكون مكتوب عليه فور كيدز او للاطفال، تمام، بنفس المعايير بتاعتك بالظبط. بس تفهمي ان انت لو بشرتك دهنيه ابعدي عن الكريم، هيسيح على الوش وهيبتدي ينزل وتيجي تقول انا ما بحطوش، ليه ما بتحطيهوش؟ ليه ما بتلتزميش بيه؟ اصل بيسيح يا دكتور. فدي اول حاجه هنعملها، بشرتك دهنيه بلاش الكريم، هاتي فلويد او هاتي جل. البشره الجافه بقى هم اللي يقدروا ان هم يستخدموا الكريم، وفي الحاله دي كمان هياخدوا منه فايدتين، واقي شمس ومرطب، لان واقي الشمس يعتبر من افضل المرطبات اللي موجوده في السوق. فهي كده دي هنيئا ليهم بقى، عندهم كده ايه فرصه عزيمه يعني للحاجتين مع بعض، يعني حظهم حلو بتوعي. جدا. البشره الجافه اسهل شويه بصراحه من البشره الدهنيه، يعني اسهل كتير. مشاكل طب انا البشره الدهنيه دي مشاكل كتير كتير، منها موضوع المسام الواسعة جدا، دي عايزين حل برضو الموضوع، لان هم بيشتكوا ان المظهر العام هم واقفين. دكتور إياب سؤال مفيد جدا جدا. واقفين في، بتقول لك انا ببقى واقف في الشمس عايز اخد صور عايز اعمل اي حاجه، فبلاحظ ان في مكان مسامات بالظبط. هي المسام الواسعة تعرفها بالظبط، ده زي موضوع التعرق الزائد بالظبط. المسام الواسعة دي تعرفها بالظبط، ان احنا كلنا بشرتنا فيها مسام عاديه جدا ليها اتساع معين. كلمه واسعه دي، وزي ما حضرتك ذكرت تكه حلوه جدا، انها بتبان في الصور. اول ما نشوفها بعين بالعين المجرده نقول خلاص هي كده دخلت ضمن المسام الواسعه. المسام الواسعه دي من ضمن مشاكل البشره الدهنيه، اللي بيحصل ان في افرازات دهنيه كتير بتبقى موجوده مع التعرق، مع بتبتدي تسد مسام البشره ويتسع المسام دي وتتشاف بالعين المجرده. اكتر الاماكن فين؟ في الانف وفي الخدود، اكتر منطقه دهنيه واكتر منطقه فيها الغدد الدهنيه. طبعا هي سيئه جدا وليها ايمج وحش في التصوير، بتبتدي تاخد زوايا معينه، مش عارفه تتصور، مش عارفه تعيش حياتها كويس، بشرتها دهنيه كمان مضايقاها. فاحنا هنقول كده روتين لصاحبه المسام الواسعه او البشره الدهنيه. اول حاجه هتعمليها ان عندنا غسول مناسب للبشره الدهنيه. غسول البشره الدهنيه يا جماعه غير بقيه الغسول لبقيه البشرات، انت هاتي غسول مناسب للبشره الدهنيه، هتلاقي مكتوبه عليه مثلا كلمه سيبم او كلمه ان هو خاص بالبشره الدهنيه، ده اختاريه. نظفي وشك على الاقل مرتين في اليوم، ليه بقى؟ عشان نزيل الدهون اول باول. كل ما نزلها اول باول ما تتراكمش، ما تسدش، ما تعملناش مسام. طب يا دكتور احنا مش هنذكر مثلا منتجات بعينها، بس انا واضح لي يعني الرؤيه اللي وضحت لي كده، احنا هنقولهم الماده الكيميائيه مثلا من خلال الموضوع، ان الموضوع ما اصبحش رفاهيه، يعني طبعا اصبح علاج وسبيل وقايه وعنايه طبعا من مشاكل تانيه كتير، وحاجات كتير بتسبب لنا احراج، يمكن بتوصل لحد الياقات بتاعه الهدوم والكلام ده من التعرق فالموضوع واضح ان هو انك حضرتك بتعملي فوكس عليه ارجنت قوي. هو مشكلته ليه ضرر طبعا نفسي، وليه ضرر ان الشخص ده مش ما بيعرفش يعيش حياته طبيعي، يعني ما بيعرفش بقى يكون موجود في شغله عادي، ما بيعرفش يمارس حياته الطبيعيه. ونيجي بقى للمشكله، لو كانت ست او بنوته او ما الى ذلك، بتبقى طبعا عندها ضرر نفسي شديد، والعامل النفسي والاسترس يرجع يعمل لخبطه في الهرمونات، بدورها تزود افراز الدهون، بدورها تزود المشكله الاساسيه اللي موجوده، فدخلناها احنا كده زي ما نقول في دايره مغلقه. فلازم نكسر الدايره ونحلها على طول عشان خاطر الامر ما يسوقش. اذا عايزين مثلا برضو من ضمن التعليمات الحلوه الكويسه التلج، يعني لو تعمل مكعبات تلج ودي بتتحط في الاول خالص قبل ما تيجي تستخدم صن بلوك او قبل ما تيجي تستخدم اي حاجه على بشرتها. بس يعني اكيد التلج ده مش هيبقى مناسب للناس اللي عندها مثلا مشاكل جيوب انفيه ممكن، صح؟ يعني هنا بقى هنستثني بس الفئات دي، لكن في العادي هو كويس جدا. ليه بقى؟ لانه بيقفل المسام الواسعه دي، فبالتالي بيقدر يثبت اي حاجه هي هتستخدمها. طب لو هنديها تكه بقى كده مميزه
عشان البرنامج وعشان خاطركم أيوة. انتوا بس خليكم مركزين. تمام. حطي على مكعبات التلج ميه ورد. تمام. ميه ورد تونر تونيك. فهتقفل المسام الى جانب الريحه الجميله والنعومه اللي هي هتسيبها على البشره مع التلج اللي هو هيقفل المسام، فهتوصلي نتيجه مبهره. طب يا دكتوره مبهرة. حضرتك دلوقتي قلتي على البشره الدهنيه والبشره الجافه، اعرف ازاي ان بشرتي دهنيه وازاي اعرف ان بشرتي جافه عشان اختار صح؟ بالظبط، سؤال جميل جدا. البشره الجافه طبعا هم عارفين، بيجي يقول لك بشرتي بتقشر، بشرتي جافه، بتغمق مني، بهرش فيها، اللي هي التسلسل العادي بتاع البشره الجافه. البشره الدهنيه بقى هنمسك التيزون، هنمسك الايه، المنطقه اللي هي حرف التي كده، الجبهه والانف. دايما هتلاقي المنطقه دي بتلمع، هتلاقيها زيتيه، هتلاقي دايما ليها افرازات. البشره الدهنيه هي اكتر عرضه للحبوب، فتيجي تقول لك يا دكتور بيطلع لي كل فتره كده كام حبايه متنطورين، دي برضو تعرف ان هي بشره دهنيه. يعني اللمعه والافرازات الدهنيه الشديده دي هم بيعرفوها كويس جدا، دي بشره دهنيه. بالظبط. تمام. وفي برضو تكه حلوه، حتى لو البشره مختلطه فاحنا بنتعامل، يعني لو هتختاري منتج هتختاريه على انها دهنيه برضو، يعني لو هي مختلطه او دهنيه ما تتعبيش نفسك قوي، خلي نسبه كبيره قوي للدهنيه. بالظبط. انت اوت انها جافه، اتصرفي بقى في حدود البشره الدهنيه برضو، تعاملي على انها كده برضو. طيب احنا دلوقتي لما بنروح نشتري اللي هو سان بلوك بلاقي في حاجه كده مكتوبه فيها اس بي اف وفي رقم جنبها، ايه الرقم ده؟ تمام. الاس بي اف دي اللي هي هنفسرها اللي هي السان بروتكشن فاكتور، يعني معامل الحمايه من الشمس. الرقم ده مهم جدا بقى، لانه لو اخترناه اقل من اللي احنا محتاجينه البرودكت مش هنستخدمه وهنركنه برده على جنب. احنا محتاجين كام؟ الاس بي اف بتاعتنا المفروض تكون 50. 50 بتدي بروتكشن كام؟ 98% من الشمس. دي اعلى نسبه حمايه نقدر ان احنا نوصل لها. مناسبه جدا لبشرتنا كمصريين، مناسبه جدا لو احنا رايحين مصيف، لو احنا طالعين بسين، لو الولد هيتضرب في حمام سباحه او ما الى ذلك. 50 ده الرقم المظبوط. طب ايه استعمل سان بلوك بتاعي قد ايه في اليوم؟ يعني مره مثلا الصبح ولا لا؟ طبعا بصي هنا بقى ما شاء الله الاسئله جميله جدا والتكات حلوه قوي قوي قوي، وهي دي على فكره اللي بتفرق بين ان حد بيستخدم صح وبين ان حد يرجع برده عنده تصبغات ويقول لك ده برده اهو البقعه الغامقه وفرقه في الطرحيتي ونفس الكلام. الطريقه بتاعته الصح ان احنا نستخدمه قبل ما اتعرض للشمس من تلت ساعه مثلا لنص ساعه، لكن ما حطوش وانا نازل البسين خلاص بقى، او زي ما الناس في حركه كده مشهوره قوي تلاقي الناس قاعدين على البسين وماسكين واقي الشمس وبيدهنوا. غلط خالص، ده كده ولا ليه اي تاثير. نص ساعه قبل التعرض للشمس ونكرره كل ساعتين. ساعتين؟ يعني حضرتك هتعملي ايه؟ هتاخديه في شنطتك وانت خارجه. يعني مش هتسيبيه في البيت. انا عايز اعرف بس حاجه، معلش، هو مش شرط الناس مثلا، عشان برضه مشاهدينا الجمال اهلنا في الدلتا وفي المناطق وفي الصعيد طبعا اخواتنا وحبايبنا واهلنا، بنطلع بنخرج بنروح الارض واحنا قاعدين، او بنتابع مثلا ايه اوقات بيقول لك وقت الدراس، وقت الجامع، وقت الحصص، فبنطلع. طب احنا مش كل حياتنا مصيف. تمام. فالجزئيه بقى اللي عايزين نتكلم فيها، هل في بديل مقرب للموضوع ده، مستحضر طبيعي ما يكلفش ست البيت حاجه؟ ما انا هقول لحضرتك على حاجه، هو الفكره بقى في حاجه في الصن بلوك. يعني انا بصراحه الشمس. احنا في معايير البحث على الانترنت، تدخل كده على اليوتيوب هتلاقي الناس كلها عامله نفس الموضوع. هتلاقي ملايين المشاهدات على نفس الموضوع، في ناس بتجيب فانيليا ومش عارف وبيكنج باودر ومش عارف ايه وحاجات ونشا وكريمات. تمام. وفازلين والحاجات اللي هي والحاجات دي بتبقى عامله مشاهدات مهوله. بالظبط. فهل الكلام ده له اساس من الصحه؟ الموضوع ده لازم نفوكس عليه قوي طبعا، خصوصا انها معانا طبعا متخصصه في الموضوع. طيب انا هحلها كده ببساطه وبهدوء. احنا عشان نستخدم حاجات نحط مكونات احنا مش عارفينها او ما عندناش ورقه علميه بيها، ما فيش ساينتفك بيبر بتقول ان ده صح او غلط، فاحنا كده بنعرض نفسنا للتجربه، هي تطلع صح هي تطلع غلط. ممكن نستفيد منها في حاجه تعمل لنا مشكله ثانيه. النشا واللبن البودر بيبيض. طيب يعني احنا بنسمع الكلمه دي ليل ونهار. يعني احنا هنقول حاجه ثانيه اسهل. بنسمعها كتير والله، يعني بقول لك حضرتك اي طيب انا هقول لكم على حاجه ثانيه اسهل كتير وافضل كتير. احنا بقى اللي بنستخدم الكريمات بطريقه غلط. احنا المطلوب مننا نحط
كميه عقله الصباع. فتخيل حضرتك لو احنا جبنا فلويد او جيل او كريم بيبقى قد كده، عقله الصباع دي هتكفي كتير جدا. احنا اللي طريقه الاستخدام متعودين احنا بناخد وندهن كميه كبيره. لا احنا كرمه شويه الكميه القليله دي يعني احنا معلش لو جبناها ب 100 جنيه وهنستخدم الكميه القليله دي اللي احنا قلنا عليها، لو انت عايزه تعرفي معيار يا فندم هتستخدمي عقله الصباع. يعني قصد حضرتك ان هو هيقعد معانا وقت بالزبط. طويل بالظبط. بس الفكره بقى ان احنا ايه دلوقتي هو حاجه موثوق فيها واحنا متحكمين ان الاس بي اف بتاعته 50 يعني 50، ما هو عدى على رقابات وعلى حاجات كتير، فاحنا كده ضامنين شويه احنا بنعمل ايه. طيب اخر حاجه بس معلش حاجه مهمه جدا انا هجاوب على كل الاسئله للمشاهدين والكل، عشان كل الكلام ده بيوصلنا بعد كده والله ما سالتش ليه. ايوه ما سالتش ليه. نسال. داخلين على الصيف جوه البيت بقى بره البيت في زيارات عائليه، الدنيا ابتدت تبقى كده النص كم والتيشيرتات والبنطكور والكلام الجميل ده كله. جلد الوزه تمام، الناس اللي عندها المشكله الصعبه دي يعملوا ايه؟ تمام. جلد الوزه ده اولا عشان نفهمه للناس ببساطه، هنلاقي ان سطح الجلد عليه زي نتوءات كده صغيره او حبوب صغيره لونها بيكون احمر او غامق عن الجلد. ليها مشكله؟ ليها مشكله. اولا هي باينه بالعين المجرده للاطراف الثانيه. ثاني حاجه ان هي بتتسبب لفقد في مرونه النعومه بتاعه الجلد، ما بيبقاش كده بقى، بيبقى خلاص عليه نتوءات نتوءات نتوءات. فطبعا دي مشكله كبيره. سببها ايه؟ سببها ان في يعني في مشكله في الكيراتين بتاع طبقات الجلد، توزيعه مش مظبوط، فبيبقى في زياده في اماكن واماكن لا وما الى ذلك. ثاني حاجه من اسبابها برضو نرجع لايه؟ النظافه الشخصيه. في تراكم لخلايا ميته والحاجات موجوده على سطح الجلد تبتدي انها تعمل لنا برضو تراكم الكيراتين دي لخلايا ميته. برضو عايزين نتخلص منها يا جماعه، نعمل ايه؟ دايما لازم نغسل الجسم كويس جدا ولازم ننظفه كويس جدا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بالعقل كده، احنا عندنا حاجه عاليه عن سطح الجلد لازم نعملها تقشير اللي هو نشيلها. التقشير بقى حضرتك تقدري تختاري يا اما كريمات داخل المنزل بالظبط، يا اما ان انت بتلجئي الجلسه بتعمليها لو الحاله صعبه شويه. بالنسبه للجلسه بقى تمام. ايوه دلوقتي طبعا ما فيش ست ما بتروحش الكوافير وتعمل تنظيف بشره. اكيد. تنظيف البشره ده صحي للبشره ولا بيعمل لها جهد؟ يعني بيبقى مجهود للبشره؟ عشان انا دلوقتي راحه بعمل تنظيف بشره تمام، هل ده صحي فعلا؟ الكوافيره بتبقى عندها خبره في حاجه زي كده ولا المركز الطبي اكيد؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، المفروض ان هو ده اجراء بيتم داخل مركز طبي. ليه بقى؟ ليه هقول لك ليه؟ عشان احنا بنستخدم فيه ادوات معينه داخل الجهاز، او في اداه معينه كده احنا بنشيل بيها الدهون المتراكمه. طيب انا كدكتور بعقمها وبنضفها كويس جدا وبحافظ عليها في حال، وببقى لابسه جلافز في ايدي، وحضرتك الاول خلاص ببقى حاطه لك كحول وانا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. اذا دي جت على المكان مش كويس، انا مش حاطه هنا تعقيم وقعت مثلا، بنستثنيها تماما وبنستخدم حاجه تانية معقمه جديده من اول وجديد. طبعا في الكوافيرات اكيد مش هتتم بكده، مش هيبقى فيه تعقيم. ده حاجه كمان حضرتك دكتوره متخصصه وعارفه كل جزء. احنا عارفين احنا دارسين اللي هو التشريح ايه اللي ممكن تستعمليه هنا وممكن تستعمليه هنا غير الكوافيره، بيبقى اكيد يعني بالظبط. فهم طبعا نيجي لحاجه ثانيه، لو هي استخدمت ماده كيميائيه، يعني لو هي جت تعمل تقشير بماده كيميائيه او حاجه، ده اللي انا بقوله. طب احنا عندنا بقى علامات مهمه جدا، انا كدكتوره عشان اعمل تقشير كيميائي باخد يعني دورات كتير جدا تدريبيه من اساتذه في الجامعه، وبيعلمونا وبيعرفونا ان هدي طبقه طبقتين ثلاثه، حضرتك ممكن مره اثنين طبقه اثنين ثلاثه، ممكن حد تاني ليها طبقه واحده. طيب انا بتوقف لما بشوف علامات معينه ظواهر علميه بتظهر لي على الجلد، تقول بس كده ستوب يا دكتور. طيب منين الكوافير هيعمل ده؟ ففي الاخر بيجوا عندهم كبير جدا طبعا اللي مش هينفع بقى مره واحده كده كل حاجه. بس على الاقل احنا كده فدنا الناس. هم انتوا لو عايزين تعملوا تقشير هتروحوا للدكتور، لو عايزين تنضفوا بشره عايزينك تيجي معانا بقى يعني بالظبط كده. اعزائي المشاهدين كنا معاكم في الفقره الجميله دي، طبعا بنوجه الشكر والتحيه والعرفان والتقدير وكل حاجه جميله لصاحبة الخطوة العزيزة اللي نورتنا النهارده. متشكرة جدا دكتورة منارة. أنا سعيدة جدا بيكم وسعيدة بجمهوركم ومبسوطة جدا إن أنا كنت معاكم النهارده. شرفتينا وأفدتي الستات كلهم النهارده، ويا رب يكونوا المعلومات اللي هي الدكتورة قالتها تكونوا استفدتوا منها وفهمتوها وحفظتوها عشان تعملوا بيها، عشان نرجع للدكتورة نقول لها إيه؟ ميرسي يا دكتورة، فعلا أفدتينا كلنا. ميرسي ليكم للسادة المشاهدين. كل اللي ما يهم الأسرة والطفل، انتظروا الفقرة الجاية، موضوع عن تعديل السلوك، بونبوناية كده أو حاجة هتجيب من الآخر. طالعين فاصل وراجعين بسرعة، استنونا.